السلام عليكم. عليكم السلام. استريح استريح. مبروك مبروك يا عم ابو جاسم مبروك. استلمت الدكان؟ استلمنا الدكان والبضاعة معاه. تعجبني تعجبني يا ابو سعد، الله يقويك. ومن باكر يا عم ابو جاسم نقدر نحط لنا واحد بالدكان ونشغله. زين هيب الله زين. اي بعد لو نحصل لنا دكانين ولا ثلاثة بنحكم السوق. عفو عليك يا عم ابو جاسم، حط عينك على الدكان اللي تبيه وراح نشتغل عليه.